انطلاقا إلى آفاق التجديد والإبداع وإبحار في رحلة إلى ماضيه الذي أطفأ عليه لغة فريدة تميز بها تأخذ بنا إلى كل العصور والأزمان، كلها كلمات أخذت طريقها لعقول الحاضرين في مهرجان أبي تمام الذي يقام على مسرح دار الثقافة في كل عام بفعالياته الشعرية والفنية المميزة. هي السنة الثالثة أو الرابعة مشارك بالمهرجان سنوات متفرقة، يعني بيطلع له شعب الصنمين أنه يشوف حاله، بيطلع لدرعا كلها أنه تشوف حالها أنه هذا الشاعر العالمي الرحال طلع من منطقة درعا. فأقل شيء نحن كشعراء أنه نحيي هاي الفعالية، ممكن نحول الواقع بقصائدنا برسائل لأبو تمام. أنا شخصيا قدمت إلى الصنمين مرات عديدة، يعني منها في عام 2012 ومنها في عام 2014، إلا أن هذه الفعالية اليوم احتفينا فيها بمناسبتين. المناسبة الأولى أنها للشاعر العربي الكبير وابن جاسم الشاعر أبي تمام الطائي، التي تواكبت أيضا مع تجديد ولاية دستورية جديدة للسيد الرئيس بشار الأسد. نحن مع أبي تمام، هذا الشاعر العملاق المولود في جاسم، هذه القرية القريبة من قرانا، فأنا ابن قرية خبب التي لا تبعد عن جاسم إلا شيء 7 كيلومتر، ونحن نتواصل مع كل أهلنا في قرانا ونؤدي واجب الإبداع والمبدعين فيها. حبيب بن أوس الطائي أبو تمام فحل الشعراء العرب، هكذا خاطبت الأشعار التي نظمها عدد من الشعراء المستمرون في الحفاظ على هذا المهرجان وقيمته المعنوية والتاريخية، حيث صدحت صالة المركز الثقافي في مدينة الصنمين بدرعا بأشعار تقارب في إبداعها وتفردها شعر أبي تمام الطائي، وجلسة أدبية تحكي سيرته الذاتية، وجلسة نقدية ناقش فيها الحضور أهمية ودور أبي تمام في فلسفة الشعر ومناسبته لكل العصور. أبا تمام كان محدثا في عصره، ولا زلنا نجد في كل قراءة من قراءاتنا في شعره أنه كان مبدعا ومحدثا ومجددا. شاعر تأثر بأجواء الحضارات، وكان محور العمل البعد الثقافي في قصيدته السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذه القصيدة التي تقابل قصيدة البحتري وهو تلميذه. أبو تمام الذي كان يتطلع للنصر والفرح والقوة في ذاك الزمان يعود اليوم بأحياء ذكراه في مسقط رأسه في درعا التي انتصرت على الإرهاب، ولا زال الإرث الحضاري نابضا في تفاصيلها. من مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، مرح المقداد، الإخبارية السورية.